ضمن جهود مملكة البحرين لتوفير المزيد من الخدمات التعليمية في جميع المحافظات، يجرى العمل حاليا على إنشاء مدرسة نموذجية شاملة للبنات في منطقة جو بالمحافظة الجنوبية. تعد أول مدرسة حكومية من نوعها في تاريخ التعليم النظامي بمملكة البحرين، حيث ستضم المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، في موقع واحد بخدمات متكاملة، ومع الحرص على مراعاة خصوصية كل مرحلة. خلال زيارته التفقدية إلى موقع إنشاء المدرسة، أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أكد أن هذا المشروع الإنشائي التعليمي الجديد يندرج ضمن خطة برنامج عمل الحكومة لإنشاء 10 مدارس جديدة في مختلف المحافظات في الأعوام 2015 إلى 2018، وفقا لأحدث المعايير التربوية العالمية وبمواصفات عصرية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، تأكيدا على دعم قيادة بلدنا العزيزة حفظها الله ويرعاها للمسيرة التعليمية المباركة بما يلبي متطلبات خطط الوزارة الاستراتيجية ومشاريعها التطويرية. وأشار الوزير إلى أن المدرسة الجديدة هي بمثابة ثلاث مدارس في مجمع تعليمي واحد لتغطي احتياجات منطقة جو والمناطق والمجمعات السكنية القريبة منها، وتوفر على الطالبات وأولياء الأمور عملية التنقل والمواصلات، كما تضمن الفصل بين المراحل التعليمية الثلاث مع الاستخدام المشترك لعدد من مرافق المدرسة كالصالات المتعددة الأغراض وتوفير جميع متطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات استخدام التكنولوجيا الرقمية الداعمة لطرق التدريس الحديثة، حيث أن المدرسة مشبكة إلكترونيا بالكامل وموصلة بخدمة الإنترنت الواي فاي. هذا وتتكون مدرسة جو من 5 مباني منفصلة تحتوي على 48 فصلا دراسيا تستوعب حوالي 1700 طالبة وأربعة مختبرات علمية ومختبرين للتصميم والثقافة وثلاثة مختبرات للتدريب الأسرية، إلى جانب معمل خياطة ومركزين متطورين لمصادر التعلم ومعلمين للرسم ومعلمين للرسم ونادي للغة الإنجليزية، إضافة إلى مرافق متكاملة للهيئتين الإدارية والتعليمية. إن إنشاء هذه المدرسة الحديثة المتطورة الشاملة يؤكد مقدار الدعم والمساندة التي تجدها وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها. هذه المدرسة ستكون بإذن الله تعالى جاهزة خلال العام الدراسي القادم، وهي مدرسة حديثة تضم مراحل متعددة تتوفر فيها كافة المنشآت التي تسهم في الارتقاء باليوم الدراسي، وأيضا في نفس الوقت توفر خدمة تعليمية للهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة. ونحن في وزارة التربية والتعليم نتطلع إلى الارتقاء المستمر بمنشآتنا التعليمية.